ليل على محياي حزني ودمعي من جرح الغائر يقطر لتبابته. احتضن متحف كوتاما بعاصمة الولاية فعاليات الجلسة الاحتفالية للموسم الثامن من نادي المواهب الأدبي، والذي تزامن هذه المرة مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. وقد تم تنظيم مداخلة بالمناسبة حول اللغة العربية وماهية التواصل الحضاري، قدمها الأستاذ خالد بن عميور رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة تاسوست، ليتم الإعلان في آخر الأمسية عن الفائزين في المسابقة الولائية للمبدعين الشباب في القصة القصيرة والشعر الفصيح. فالاهتمام بالشباب إذن من قديم إلى اليوم هو شيء مهم، ولا بد أن نولي لهؤلاء الشباب الاهتمام اللازم وأن نشجعهم بشكل أكبر إن شاء الله. نتمنى على الأقل لو يكون هناك بين قوسين ما يسمى بسبونسورينج، دعم من طرف مؤسسات الاقتصادية لهذا النادي حتى يتطور أكثر وأحسن ويؤتي أكله بإذنه تعالى. السلام عليكم، اليوم أول مشاركة لي في نادي المواهب الأدبية. هذه القصيدة أهديتها للشعب الفلسطيني، وأبين لهم أننا يدا واحدة ودما واحدا وروحا واحدة، وأقدم تحياتي تحيا فلسطين. وبمناسبة المباراة أتمنى للجزائري أن تربح بكأس العرب. مواهب اعتلت المنصة لأول مرة، وأخرى تحجز مكانا لها بين المبدعين والقامات، ليبقى النادي بوصلة للنجاح والتميز بقيادة لجنة تقييم الأعمال التي عملت طيلة موسم كامل على توجيه المواهب والسير بهم إلى مراتب عالية. أشكر نادي المواهب الأدبي على كل المجهودات المبذولة في تقديم المواهب الأدبية لولاية جيجل، وخاصة لذوي الهمم العالية، وهو فضاء لإبراز المواهب. ونتمنى من النادي أن يمنح لنا فرصة للظهور في مجالات أخرى. كانت أول مشاركة لي مع نادي الأدبي تحت إشراف مديرية الثقافة لولاية جيجل. شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الجيدة لدعم المواهب الموجودة في الولاية. نقول للجميع اللي عنده موهبة، اللي عنده أي حاجة في الخفاء تاعو يحاول يقدمها. جئت اليوم لقراءة نص شعري بعنواني فلسطين. أعجبني النادي الأدبي للمواهب والفنون الثقافية، فهو نادي للشباب ليتكونوا. الإبداع يتطلب جهدا وثقة وشغف، وما النوادي التي تهتم بالشباب وتشد على أيديهم إلا وسيلة للمضي قدما والوصول بالمبدع إلى ناصية الرقي. ونادي المواهب الأدبي بولاية جيجل واحد من هذه الوسائل التي استحدثتها مديرية الثقافة والفنون من أجل الالتفاف حول المواهب والتعريف بها وبإنتاجها الإبداعي. وإلى موسم تاسع تبقى أبواب النادي مفتوحة لتحتضن المبدعين في شتى دروب الإبداع. طائر طائش معتقد، نحن من دونها لا أحد، إنها لغة الضاد بيضاء بيضاء كالقطن.